لتسليط الضوء أكثر على تنامي الملاحقات لبشار أسد ونظامه والمتعاونين معه، ينضم إلينا السيد باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ باسل، مرحبا بك. والله أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني هل تجد أثرا للعقوبات الناتجة عن قانون قيصر؟ يعني هو بالحقيقة نعم، هناك أثر ملموس على الأرض في الحالة السورية، لكن هذا الأثر يعاني منه بشكل أساسي عموم الشعب السوري وليس النظام بحد ذاته. يعني ما زال العديد من رموز النظام وشخصياته ومؤسساته الاقتصادية قائمة ولا تعاني كثيرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذه المؤسسات أو على شخوصها، ولكن المواطنين في سوريا يعانون كثيرا في قضايا أساسية، قضايا الحياة اليومية الأساسية مثل تأمين الوقود أو تأمين الخبز أو تأمين المواصلات أو تأمين دخل مناسب وما إلى ذلك. لذلك يمكن نقول أنه حتى الآن انعكاسات قانون قيصر وغيرها من العقوبات المفروضة على النظام مست السوريين أكثر مما مست النظام. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذا الحراك القانوني للتأثير في الموقف السياسي؟ يعني هو للأسف الموقف السياسي ليس مبنيا أو مرتبطا بشكل كبير بالحالة الإنسانية بالشكل المباشر، بمعنى أنه من الأساس الموقف السياسي بني وفق معطيات و يعني عوامل، العامل الإنساني فيها هو عامل إضافي كان. يعني مثلا قرار 2254 عندما أشار إلى القضايا الإنسانية أشار إليها في نهاية القرار بشكل اختياري، نفس الشيء الأمر المتعلق بقرار جنيف واحد وغيرها. للأسف توظيف البعد الإنساني بشكل معين في إحداث تغير في المعادلة السياسية أو إحداث تطور إيجابي في الحالة السورية ليس بالأمر السهل. ملاحقة العناصر التابعة للنظام والتي كان آخرها محاكمة أنور رسلان في ألمانيا، كيف يمكن البناء عليه؟ كيف يمكن الاستفادة منه مستقبلا؟ يعني أولا هذا النوع من الإجراءات هو سابقة من نوعها، ليس فقط بحق النظام في سوريا ولكن بحق الأنظمة في المنطقة. احتاج الأمر العديد من السنوات لحين استطاعت أو لحين قامت هذه الدول مثل ألمانيا أو هولندا أو دول أخرى لحين قامت بسن قوانين أو فتحت المجال أمام قوانين تفسح المجال لمحاسبة أو ملاحقة هؤلاء المجرمين. وبالتالي هي خطوة غير مسبوقة وهي خطوة مهمة، ولا شك أنها أحدثت خللا أو إرباكا كبيرا في صفوف النظام، لأن النظام شعر أن عناصره أو أن عناصر منه ليسوا آمنين من المحاسبة الملاحقة حتى فيما لو تركوا سوريا وهربوا إلى دول أخرى. والأصل أنه يبنى على هذه النقطة من خلال توزيع دائرة المشمولين بهذه القرارات، ملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا فعلا جرائم بحق السوريين ويتجولون أو يتحركون بحرية اليوم في بعض دول أوروبا أو بعض الدول العربية. أيضا أستاذ باسل، يعني هولندا أيضا أعلنت أنها أبلغت النظام في سوريا بأنها ستحاسبه على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها النظام بشار أسد. يعني من وجهة نظرك هذه الملاحقات القانونية ماذا تؤشر مستقبلا؟ هل من تداعيات لها؟ التداعيات الأساسية هي محاولات جر النظام أو إجبار النظام على القبول بالحل أو بالحل السياسي الذي تحاول المنظومة الدولية فرضه في حال سوريا. طوال الفترة الماضية النظام تمنع أو امتنع عن المضي في هذا الحل السياسي ووضع العراقيل أمامه وحاول في أكثر من مناسبة أو بالأحرى في كل المناسبات تفجير الأوضاع والعودة بها إلى المربع الأول عبر الميل أو الجنوح نحو الحرب العسكرية والعمليات العسكرية والاجتياحات العسكرية وما إلى ذلك. المجتمع الدولي يحاول بشتى الوسائل الضغط على النظام ومحاصرته بحيث يصبح لينا أو مرنا أو قاد متقبلا لفكرة المضي بحل سياسي من نوع ما والجنوح عن فكرة الحل العسكري. يعني المجتمع الدولي يسعى إلى حل سياسي مع نظام بشار؟ نعم، المجتمع الدولي يرى أن هناك يعني أن القضية السورية تشكل عبئا كبيرا جدا وأن هناك حاجة ماسة لحل سياسي من نوع ما في الحالة السورية. قد لا يكون هذا الحل أو غالبا لا يبدو أن هذا الحل سيكون يعني ثقه من طموحات السوريين. إذن ما الخيارات الآن أمام المعارضة؟ نعم، المعارضة هل ثمة خيارات أمامها أمام يعني رغبة المجتمع الدولي بحل سياسي مع نظام بشار أسد؟ المعارضة اليوم يجب عليها أن تبني على هذه الرغبة وأن تطورها وأن تحاول أن توجه هذا الحل السياسي وترفع من سقفه بما يتناسب طموحات السوريين. نعم، نشكرك شكرا جزيلا سيد باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف.